اسلم يا حبيبي. اسلم يا ابو مدري. بدون لا 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 هذا طال عمرك يا ابو عباس. كنا عند البن يمكن قبل 3 سنين وراقد طال عمرك تحت الغرفه يشار الغرفه. ويوم جت الساعه 12 في الليل للقرصه معي قرصه العقرب. يوم قمت زد انقرصت خلاص. يوم قمت لي طالع من الفراش راح تيم الوال عقرب عقرب سوداء. زد قصتني هني الله يكرمك. المهم وانا اصيح قلت الحين بموت. انا ما ادري عاد قرصت العقرب. اسمعي يا ابو عباس معك معك. انا ما ادري عن قرصت العقرب هل تذبح ما تذبح. وانا قاعد اتشهد. وانت تشوفها ماشيه على ابوك ماشيه رايحه لا رايحه على الوايت. الوايت صوت شرب ماء الوايت. اي راح تلم الوايت. اي قرصت ومشت مشت راحت. حلو. ويوم طال عمرك انا قلت واصيح للعيال عيال عمي وابوي يرقود واصيح بكل موت جاني بموت بموت الحقوني اصيح. واللي لقى مع الطاقه واللي جاني قاموا الساعه 12 في الليل في البر رقود. ويوم جو قلت العقرب عنه لكن انا بموت. سددوا فلان وسددوا فلان وسددوا فلان وتراني متاوش مع فلان واعطيهم كل شيء على اني مودع الملاعب من قوه القرصه. قرصه قويه بس انا رايح تقول المهم نذبح نذبح العقرب ونروح للمستشفى. انا قلت ماني بواصل للمستشفى من غير شر. يوم وصلنا المستشفى طال عمرك قالوا لو تاخرت يمكن 6 دقائق جاك يعني سموها ما يا اخي جاك مرض في رجلك ما ادري شنو ما دام ما موت لا عقرب ما دل جاك ما ادري شنو في رجلك مرض الله يك حساسيه ما ادري وين سموه ويطقوني ببر. اخذت لي يمكن شهر وانا كل اسبوع اضرب لي ابرتين هنا وهنا. والله ان جاني بشرك الحمد لله على السلامه. سالفه العشاء اللي سويته ها سالفه العشاء اللي سويته الحمد لله على السلامه. انا عندي سالفه سالفه